الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجذب. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب الشوق، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن منذ أن بدأنا في هذا الكتاب إلى هذا الباب لم أتأخر مثل هذا اليوم رغما عني، حتى نستشعر معنى الشوق. يعني معنى الشوق هو هيجان القلب لانتظار محبوب، والمحبوب هو هنا أننا نعيش مع الأولياء، نعيش مع حياتهم وكيف كانوا يستشعروا هذه المعاني في هذه الرسالة المباركة مع صاحب هذه الرسالة الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله، ونفعنا الله به وبمن ذكرهم في رسالته. فالشوق هو ما كنت تستشعره وأنت منتظر شيء تحبه ولم تحصل عليه. فإذا حصل اللقاء، إذا كنت في شدة المحبة، يشتعل فيك معنى جديد غير الشوق، وهي زيادة التعلق مع اللقاء، ويسمى اشتياق. يبقى الاشتياق زيادة التعلق مع اللقاء، والشوق التعلق في حال المفارقة، وكل ده ناتج عن المحبة، وعشان كده حطه بعد باب المحبة. يبقى كل المعاني دي اصلا جاية من باب المحبة اصلا، فهي شجرتها المحبة شجرة الشوق والاشتياق، والشوق ثمر منها. ولكن هنا في اشكال، ان الشوق بهذا المعنى مقبول عند كل طوائف المسلمين، لكن عند طائفة المتصوفة الذين قاموا على المشاهدة فينبني عليها اشكال، لان هم اصلا مبنى طريقتهم الوصول الى كمال المعرفة المعبر عنها ان تعبد الله كأنك تراه. هم يريدون ان يصلوا الى هذه المرحلة، فطالما يراه اي عرفه فمتى غاب حتى يشتاق اليه؟ وعلشان كده اصبح هذا المعنى عند هذه الطائفة فيه اشكال. ولكن على اي حال، اهل الطائفة ليسوا كلهم واصلين، خصوصا ان المريد في بداية طريقه للوصول الى الله يعبد الله على باب المراقبة، فان لم تكن تراه فانه يراك. فهو في حال بدايته وسلوكه محب مشتاق، لأنه محجوب ما زال بصفات نفسه وبرعوناتها، محجوب بحجاب عزته سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يرق الحجاب تدريجيا، فكلما رق الحجاب كلما زاد الشوق لرؤية المحبوب. وعشان كده سيدنا رسول الله مثلا كان معلوما انه كان دليل حبه للمدينة ايه؟ كان اذا رأى وهو عائد من سفر، اذا رأى نخل المدينة وحيطان المدينة أوضع ناقته، يعني يترك اللجام علشان الناقة تجري تسرع من محبته للمدينة. يبقى الإنسان لما يرق الحجاب البعد، كلما رق حجاب البعد كلما ازداد شوقه للوصول إلى محبوبه. فهو بعيد مش شايف لسه نخل المدينة، كان ماشي عادي بالسرعة المعتادة، أول ما يبان نخل المدينة يسرع، ما ياخدش راحة بقى، فهمت؟ وعلى شكل المريد في حال وصوله الى ربه كلما رق حجابه وكلما تجلى الله عليه بمعان افاض عليه بمعان، كلما ازداد شوقه واوضع ركاب ناقة نفسه. لان انت راكب نفسك توصلك، مش الرسول صلى الله عليه وسلم ادالك التشبيه ده؟ قال فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. كأنك انت راكب نفسك توصلك الى ربك، مش كده برضو؟ فلا ترهقها خالص، ارهاق تمسها تماما فما توصلش، ولا تترك لها الحبل على الغارب فتعيش طول النهار قاعدة تاكل من ايه، من حشيش الارض، وتركة مشوارها مش عايزة تمشي. فلازم تبقى وسط. وعلشان كده
الشوق يتم بهذه الصورة. فإذا وصل الإنسان إلى كمال المعرفة، وكمال المعرفة هذا أصلا لا حد له، لأنه هو يعني لا نهاية لتجليات الله عز وجل، لا يحيطون به علما. سيدنا رسول الله أعلم الخلق بالله، لا يحيط بالله علم، أعلم الخلق، فما بالك أنت وانت فين ترتيبك في مصاف الخواص؟ أين أنت وأين نحن؟ وعلشان كده تعرف أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه هي أعلى من معرفة سيدنا جبريل بربه، وسيدنا جبريل وسيدنا رسول الله وجميع الأنبياء لا يحيطون به علما، ولكن لا شك أن علمهم بربهم أكثر من علم غيرهم بربه، فيتجلى الله عليهم فيزداد شوقا لزيادة معرفته، فهم في أشد الشوق، لأنه كلما رق الحجاب كلما زاد الشوق. وعلشان كده تعرف أن أشوق المشتقين لرب العالمين هم أعرف العارفين، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إذا من كان يرجو، والرجاء هو معنى الشوق، أنت ترجو الشيء يعني تشتاق إليه، فالله سبحانه وتعالى تعطف عليك وسكن لوعة شوقك للقائه بأنه قال إن أجل الله لآت وكل آت قريب، كأن الله سبحانه وتعالى صبرك على هذا. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال أخبرنا ابن أبي قماش قال أخبرنا إسماعيل بن زرار عن حماد بن يزيد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه صلاة فأوجز فيها، يعني صلاة كده مختصرة في كمال، يعني مش صلاة فيها إطالة، مختصرة في كمال، يعني أوجز فيها قراءة قصيرة، سورة قصيرة، الفاتحة، الركوع على قدر الاطمئنان المعتاد، ما طولش يعني. وده بقى صحابي طبعا متصورين الصلاة، ولا الصحابي هيقعدوا فيها نص يوم، فاستعجبوا الناس اللي صلت وراها، هي دي هي، هو ده عمار بقى دي صلاته دي، تعجبوا بقى ايه الصلاة السريعة دي. هم متعودين كل ما الواحد ازدادت معرفته كلما كان يعني ايه مطيلا في صلاته، لانها قرة عين له، فتعجبوا. فأوجز فيها فقلت خففت أبا اليقظان، ده انت خففت بينا خالص. فقال وما علي من ذلك، ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بيقول أنا الحكاية أنا بعمل العمل بتاعي في صورة كاملة بغير إطالة ولا إرهاق، لأن أنا مش معتمد على عملي، ده أنا معتمد على إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعوات فدعوت بها وأرجو أن يستجبها الله، أما هذا العمل فهو إسقاط عهدة، وأنا لا أدخل الجنة بعملي ولا أحصل على مقام بعملي. أدي معنى كلامه. ولقد دعوت الله بدعوات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعوات فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك. أو جايبه عشان الحتة دي، وشوقا إلى لقائك، جاب كل الحديث ده عشان الفقرة دي، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يبقى الشوق إلى لقاء الله يكون مع كمال العافية، مش لما الواحد الدنيا تضيق به وتقع عليه الأقدار ويجيله الأمراض ويفقد أموال ويفقد أحباب ويقول يا رب أموت بقى وأريح، ده مش شوق، ده هروب من القضاء المر الذي لا تستطيع أن تقبله وترضاه. لكن الشوق يكون يعني محبتك لقاء ربك مع كمال العافية، أدي معنى والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني مع كمال العافية هو يتمنى لقاء ربه، فلم يستغني عن لقاء ربه بما أقامه في نعم، أدي معنى الشوق. إنما الثاني هروب،
اللي يتمنى لقاء الله علشان ايه مزنوق شوية في بعض الازمات، يبقى ده مش مشتاق، ده هربان، ده هربان من قضاء الله، مش بيتمنى لقاء الله. فهمت؟ ادي معنى، هو عايز يدي لك المعنى ده، معنى الشوق الحقيقي انك انت لا تنشغل بالنعمة عن المنعم، لان لو كانت كملت عليك النعم قد تنشغل بها وتركن اليه فتنسى لقاء الله او تؤجل رغبتك في لقاء الله بسبب ايه ارتياحك للنعم. لكن هو لا، هو عايز شوق متأجج في قلبه لا تطفئه برد النعم، علشان يبقى في كمال الاستعداد لربه. وشوقا الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الايمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. والخشية في الغيب والشهادة، ده شيء مطلوب. الخشية في الغيب والشهادة اي في حال الظهور امام الناس وفي حال الغياب من امام الناس، ممكن تحتمل هذا المعنى. وقد تحتمل خشية الله سبحانه وتعالى في حال وجود الحجاب وفي حال وجود كمال المعرفة. يبقى في حال المراقبة يتعامل مع الله كما انه هو في حال المشاهدة، او انه يريد الخشية لله سبحانه وتعالى لا تزول منه في عالم الغيب وهو عالم الملكوت بعد الوفاة، وفي عالم الشهادة وهو عالم الملك قبل الوفاة. ممكن تحتمل المعاني دي كلها، فهي معاني واسعة. واسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، لان لا شك ده دليل انه تحكم في هواه. اقواكم هم املككم لنفسه، والذي لا يجعل نفسه تتحكم في حكمه على الامور. فالانسان لو يتغير حكمه في حال غضبه عن حال رضاه يبقى هو بيحكم من خلال نفسه، لكن هو يريد هنا كلمة الحق في الرضا والغضب. واسألك القصد في الغنى والفقر، التوسط، لا في حال الغنى الواحد يتبطر ويسرف، ولا في حال الفقر يجزع ولا يرضى، لكن يكون حاله وسط في كمال الرضا مع الله في كل احواله. واسألك نعيما لا ينفد، والنعيم الذي لا ينفد هو نعيم المعرفة بالله والرضا بقضاء الله والتسليم له والتفويض لله عز وجل. دي جنة في قلب المؤمن لا يستطيع الانسان اي عدو له ان هو يسلبه اياه. واسألك نعيما لا ينفد، وعلى شكل جنة الرضا والتفويض والتسليم تدخلها في الدنيا قبل خروج الروح. وعشان كده قالوا نحن في جنة لو علمها الملوك لقاتلونا عليه، دخلوها بدري بدري. انما الجنة الزخارف اللي هي جنة المأوى دي لا تدخلها الا بعد خروج الروح والنشر والحشر والحساب وتجاوز الصراط، ده لسه بدري قوي عليه. لكن هم بيدخلوها بدري، بيدخلوا الجنة بدري. واسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. واسألك القرة العين اللي هي السرور، يعني جاية من القر اللي هو البرد، مش يقول لك القر والحر والقر، هي اصلا الحر والقر بضم القاف كده نطقها، لكن العرب علشان يخلي الحكاية لايقة على بعضها يقوم يقول لك الحر فتحة، يروح واخد لك فتحة الحاء يحطها في القاف عشان يبقى لايق على بعض، بسبب المجاورة. يعني يقول لك حر وقر، هي اصلا لغة حر وقر، بس دمها تقيل ايه حر وقر دي، مرة فتحة ومرة، يوم يخليها لايقة على بعضها، واخد بالك؟ وعلى شكل اصلها قرة، والقر هو البرد. وتملي يقول لك دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة. فعلشان كده قرة عين يعني دموع باردة دليل على السرور، يبقى قرة العين معناها السرور، خلاصتها كده. لكن هي تركيبة كده على بعضها جاية من اصلها ان دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة، يعني معناها سرور لا ينقطع. واسألك الرضا بعد القضاء، يعني اسألك الرضا بعد وقع القضاء، مش اقول انا راضي يا رب بحكمك، واول ما اشوف القضاء الذي لا اتحمله اقول وانا عملت ايه بس عشان تعمل فيا كده، يبقى ده ما ينفع. الرضا يبقى عند بعد وقع القضاء، هو ده الرضا الحقيقي، بعد وقع القضاء مباشرة، الصبر عند الصدمة الاولى. وعلامة الرضا الصبر اولا، مش كده برضو؟ والصبر بلا شكوى. وبعدين لما الانسان يعتاد هذا وتملي الصبر يبقى على المر، يقوم بعد كده يفقد مرارة الاقدار،
من برد التسليم والتفويض لله عز وجل رضا بحكمه واكتفاء بعلمه، لان التسليم رضا بالحكم مش رضا بالعلم، والتفويض اكتفاء بالحكم. يبقى دي حاجة بعد التوكل، لان عندك توكل وتسليم وتفويض. تبدأ متوكلا ثم بعد ترتقي مستسلما فترتقي مفوضا، وهذا كله لا يكون الا بعد الرضا. يبقى شوف قدامك علشان توصل، عايزك عايز مقامات شغلانة كبيرة، اول درجة الرضا، وقبل درجة الرضا الصبر على القضاء، ان تؤمن بالقضاء خيره ومره حلوه وشره، مش كده برضو؟ دي بدايتها خالص. الايمان العادي كل المسلمين لازم يبقوا كده، كل المؤمنين لازم يبقوا كده، لكن بعد كده ترتقي، بعد كده ما يبقاش عندك مشكلة كبيرة، لانك انت راضي، بقيت راضي خلاص، فاطمأنت نفسك، صارت نفسك مطمئنة، فلما صارت مطمئنة سلمت الامر لله فصارت مستسلمة، ومقام التسليم بعد التوكل وبعد الرضا. فلما استسلمت اكتفاء بالعلم، بعلم الله الذي هو لطيف بعباده قبل ان يخلقهم فما بالك بعد خلقهم، يقوم ايه؟ يفوض امره الى الله، فالتفويض اعلى كمان من التسليم، وهكذا. فالمقامات لا تنتهي والترتيب فيها لا ينتهي. والله سبحانه وتعالى ياخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه، وعشان كده قال لك واسالك الرضا بعد القضاء. يبقى دي مقام فيه نوع توكل بعد ارتقائه من محل الايمان بالقضاء فالصبر عليه، فارتقى الى محل الرضا بعد القضاء. طب والرضا قبل القضاء؟ اكتفاء بالعلم اللي هو يسموه تسليم، وتسلمه تسليما. جاب لك المقامات دي كلها ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، والتاني قال لك افوض امري الى الله، يبقى في حاجة اسمها تفويض، وفي تسليم، وفي توكل، وفي رضا، وفي صبر. كل دي مقامات كلها بينفعل فيها القلب مع قضاء الله وقدره، كل على حسب مقامه ودرجته. وبرد العيش بعد الموت اللي هو رضا الله عز وجل، نعيم القبر، وخفة الحساب او بغير حساب، ثم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والترقي في جنة الخلد. واسألك النظر الى وجهك الكريم، والنظر الى وجه الكريم هو ده اصلا لدرجة ان اهل الجنة يستقل نعيم الجنة بتجلي الله عليه فيه، يستقلوها. وشوقا الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الايمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، يعني مهتدين في انفسنا هداة لغيرنا. قال الاستاذ الشوق، الاستاذ اللي هو عبد الكريم الكشيري صاحب الرسالة، قال الاستاذ الشوق اهتياج القلوب الى لقاء المحبوب، وعلى قدر المحبة يكون الشوق. كأنه هنا خلى الشوق ثمرة المحبة، فكلما ازدادت المحبة ازداد الشوق. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يفرق بين الشوق والاشتياق، ويقول الشوق يسكن باللقاء والرؤية، لان الشوق اصلا منشأه الفراق، فاذا حدث اللقاء خلاص ما بقاش في شوق، علشان كده يسكن باللقاء والرؤية. والاشتياق لا يزول باللقاء، يبقى ازدياد التعلق عند اللقاء كويس، وعدم تصور الفراق حال اللقاء فضلا عن تحمله، ده يسمى اشتياق. يبقى الاشتياق ده ما فيش حاجة تهديه، فهمت؟ انما الشوق ليه حاجة تهديه. والاشتياق لا يزول باللقاء، وفي معناه انشده ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود اليه الطرف مشتاقا، يعني حتى مش قادر يبربش الطرف اللي هو النظر. شوف انت لما بتغمض عينك لحظة عشان تبربش كده بس، المشتاق بقى يبقى مش عايز يبربش كمان، لانه مجرد يجي يبربش كده يبقى مشتاق يبص تاني لمحبوبه. وعشان كده ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود اليه الطرف مشتاقا. والصحابي اللي هو كان قاعد يبحلق في الرسول صلى الله عليه وسلم كده ويبص، معروفة القصة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له مالك؟
جرى لك ايه؟ فقال: يا رسول الله، اشتاق اليك وانظر اليك، لانني اذا مت وقامت القيامة كنت انا في مقام وانت في مقام، فلا استطيع ان انظر اليك، انا عايز اشبع من نظر اليك، مش عايز يبردش حد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: انت مع من احببت، طمنه. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت النصر بادي يقول: للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق. يعني مقام الشوق ده مقام كل المؤمنين يتفاوتون فيه، صحيح، لكن كل له فيه نصيب. ده الشوق، لان الشوق اما شوق العامة، عام المسلمين اللي هو عوام اهل اليمين، شوق للجنة ولان يعرف ان ربنا راضي عنه، ده يكفيه، يبقى هو ده منتهى مناه، نعرف ان ربنا راضي عنه يدخله الجنة ويستمتع فيها بما فيها من لذائذ، فده شوق، بحيث انه يهدأ هذا الشوق بان تبان النتيجة ويقولوا له انت خلاص من اهل اليمين عديت، يقوم ايه يستريح. يبقى ده اللي هو بيذاكر علشان يجيب مقبول، اول ما يقولوا له نجح ما يفرقش معاه التقدير، بقى هو ما يبصش لتقدير، هو عايز بس ينجح، يقوم يسجد لله شاكرا، لان ده منتهى مراده. نيجي بقى للثانيين، شوقهم الى ايه؟ الى رؤية فعل الله ولطفه بعباده في اقداره، يعني رؤية الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى. ليه فريق في الجنة وفريق في السعير؟ حكمة الله في اقداره في عباده. هو غني سبحانه وتعالى وعطاؤه كلام، ليه خلق خلق فقير وخلق غني وخلق عاجز وخلق معافي وخلق ذكي وخلق غبي وخلق، يعني تفاوتت الامور، يقبض ويبسط. طب ليه بيقبض عن هؤلاء ويبسط عن هؤلاء وكلهم خلقه؟ ليه ما دلعهمش كلهم على مستوى واحد؟ فهو مش مدرك الحكمة. فغاية مراده ان يرى حكمة الله في افعاله وصفاته. فاذا وصل الى هذا، ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، يقوم ايه يخمد عنده معنى الشوق خلاص، لانه عرف، صار عارفا لمقتضى حكمة الله، فرضى بقضائه واحكامه في عباده. وهناك المشتاق الى الله ذاتا وصفاتا، وهي الذي لا تهدأ فيها نار لهيب شوقه لربه، اللي هو قال نار يا حبيبي نار، اللي هي اللوعة، لوعة المشتاق هي نار الاشتياق، وتكون لمحبوبه لا لصفات محبوبه ولا لفعل محبوبه، بل لمحبوبه ذاك. فهمت؟ فالجنة فعل المحبوب، والاقدار اثر صفات المحبوب، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل في كل ذلك. فهناك من اشتاق لفعله، وهناك من اشتاق لصفاته، وهناك من اشتاق لذاته، فيتفاوت الناس في هذا. وعلشان كده للخلق كلهم مقام الشوق، لانه المقام الاول كل عوام المسلمين، وهذا مطلوب مش وحش، لكن الناس تتفاوت. وليس لهم مقام الاشتياق، ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له اثر ولا قرار، يبقى هايم، يسموه عاشق. والعشق بيدي اثر في الجسم كالمرض، بحيث انه لو بعد عن معشوقه يمرض، ولو عرض عليه الطعام والشراب لا يشرب ولا يأكل ولا يستشعر برغبة حتى في طعام ولا في شراب، ولا يأنس الا بمعشوقه، يسموه عشق. والعشق دي يعني صورة من المحبة تؤثر حتى على جسمانية المحب، فايه يسموه عشق، هيمان، يسموه غرام، يسموه زي ما يسموه. لكن في ناس استشعرت هذا في المخلوق فوصفوه في الاشعار اللي انت بتسمعها في الاغاني ليل نهار، وفي ناس استشعرت هذا في الخالق فوصفوه في هذه المعاني، زي ابو زي ابن الفارد، وزي رابعة العدوية، وزي وزي معروف الكرخي، اللي هم هاموا اشتياقا في ايه؟ في محبوبهم، اللي هو يسموهم شهداء العشق الالهي. فهمت؟ يبقى دي درجات تتفاوت. فالاشتياق ايه؟ من دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له اثر ولا قرار. وقيل جاء احمد بن حامد الاسود الى عبد الله بن منازل فقال: رايت في المنام انك تموت الى سنه، يعني هتموت في خلال سنه كده،
شفت انا في المنام كده. فلو استعددت للخروج فهو مستعد شوية بقى، خد بالك فاضل لك سنة على حسب رؤية رآها يعني. فقال له عبد الله بن منازل: لقد أجلتنا إلى أمد بعيد، أعيش أنا إلى سنة وأنا لسه هستنى سنة؟ لقد كان لي أنس بهذا البيت الذي سمعته من هذا الثقفي، يعني أبا علي الدقاق: يا من شكى شوقه من طول فرقته، اصبر لعلك تلقى من تحب غدا. ده أنا كنت بتسدى بهذا البيت، ده أنا فاكر إن أنا هقابله غدا، تقول لي بعد سنة؟ وقال أبو عثمان: علامة الشوق حب الموت مع الراحة، أي مع توالي النعم الدنيوية والأخروية، يعني مع كمال العافية يبقى يحب لقاء ربه. إنما مش الواحد فينا لما يحصل له أزمة يقول يا رب خدني بقى، يبقى ده هروب من الأزمة مش شوق. لكن التاني المشتاق يحب الموت مع كمال الراحة وتوالي النعم الدنيوية والأخروية، حتى النعم الأخروية عليه برضه لا تنسيه محبوبه. فهمت؟ ادي معنى الشوق اللي هو عبر عنه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: والشوقا الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يبقى ده نفس المعنى اللي علمه سيدنا رسول الله لسيدنا عمار بن ياسر. وقال يحيى بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. علامة الشوق الى محبوبك ان تسارع في مرضاته ومرضات الله، ان تكف عن شهواتك التي تحول بينك وبين الوصول اليه. فهم؟ يبقى دي علامة الشوق. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول: خرج داود عليه السلام يوما الى بعض الصحاري منفردا، فاوحى الله تعالى اليه: ما لي اراك يا داود وحدانيا؟ فقال: يا الهي، استأثر الشوق الى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق، يعني من شدة شوقي إليك استوحشت الخلق. فأوحى الله تعالى إليه: ارجع إليهم، فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبدا، يعني من إيه؟ من العلماء الأكابر. كأن الإنسان إذا ارتقى إلى مقام الشوق إلى الله ذاتا بعد الترقي إلى معرفة حكمة الله في أقداره، بعد رجاء رحمة الله، إذا ترقى لذلك الأولى به أن يعاشر الناس حتى يأخذ بأيديهم إليه. أما إن لم يترقى لهذا فالأولى أن يتفرغ لنفسه حتى يصلح نفسه أولا، فلا ينشغل بإصلاح غيره وهو لم ينصلح. وعشان كده: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وقيل كانت عجوز قدم بعض أقاربها من السفر فأظهر قومها السرور والعجوز تبكي، فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله تعالى. يعني واحد جاي من السفر أسرته كلها قاعده تستعد له، اللي بيوضبوا له ويطبخوا له، وناس راحت تقابله في المطار، وناس عاملين له هيلمان وعملوا له أنوار وعملوه وفرشوا له الأرض رمل، وهو داخل كمان قعدوا يزغرسوا له وقعدوا عملوا شغلانه كبيره. فهي لما شافت اللقاء اللي فيه بهجة ده كله قالت: يا ترى انا لما حقدم على الله هيبقى قدومي على الله في هذه البهجة ولا هيبقى على غير بهجة؟ فلما تذكرت ذلك وغاب عنها ما تعرفه بكت. يبقى قدوم ذكرها بقدوم. فهمت؟ وسئل ابن عطاء عن الشوق فقال: احتراق الاحشاء وتلهب القلوب وتقطع الاكباد. كل الكلام ده احنا بنقوله في كلامنا العادي. لما ام مثلا تلاقي ابنها عيان تقوم تقول له ايه؟ يا كبدي، مش كده برضو؟ يعني كأن كبدها وجعها مع ان هي مش مريضة. ليه؟ لانها بتحبه، فلما احبته اشتاقت للعافية، ان تراه في عافية، فمن شدة احتراق شوقها لان تراه في عافية احترق كبده. يبقى المعاني دي كلها احنا كلنا بنحس بيها، بس ربنا اداها لنا نحس بيها في المخلوق المتعلق به عشان نرتقي بها بعد ذلك الى معنى اخر نستشعره تجاه رسول الله الذي اخذ بايدينا الى الله، ثم بعد ذلك الى الله الذي هو مقصود الكل. وسئل ايضا عن الشوق فقيل له: الشوق اعلى ام المحبه؟ سال سيدنا ابن عطاء الله بيقولوا: الشوق اعلى ولا المحبه؟ فقال: المحبه، لان الشوق منها يتولد.
يبقى ده رأيه. يبقى هناك من نظر الى ان المحبة هي اصل الشوق فاعتبر ان الاصل اولى معتبر، وهناك من نظر الى ان الشوق هو ثمرة المحبة فالمحبة مقصودها الشوق والمحبة وسيلة الشوق فاعتبر ان الشوق هو المراد وليست المحبة لان المحبة وسيلة. فتختلف انظار الاولياء فيه. وقال بعضهم الشوق لهيب ينشأ بين اثناء الحشا يسنح عن الفرقة، يعني يظهر عند الفرقة، فاذا وقع اللقاء طفئ، واذا كان الغالب على الاسرار مشاهدة المحبوب لم يسرقها الشوق. يبقى الشوق ده لاهل الحجاب، والاشتياق لاهل الايه؟ لاهل اللقاء. وقيل لبعضهم هل تشتاق؟ فقال لا، انما الشوق الى غائب وهو حاضر، متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك. عميت عين لا ترك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبة. يبقى في ناس في مقام غير مقام، كل واحد في مقامه بيعبر. سمعت الاستاذ ابي علي الدقاق يقول في قوله عز وجل وعجلت اليك ربي لترضى، يعني هو سيدنا موسى وهو مشتاق، وعجلت اليك ربي لترضى، قال معناه شوقا اليك فستراه بلفظ الرضا. وسمعته رحمه الله تعالى يقول من علامات الشوق تمني الموت على بساط العوافي، العافية يعني، نفس المعنى، تمني الموت مع الراحة، اللي هو برضو شوقا الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نفس المعنى، فالعوافي جمع العافية يعني. تمني الموت على بساط العوافي كيوسف عليه السلام لما ألقي في الجب كان مبتلى، تمنى الموت ساعتها؟ لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولما دخل عليه أبواه وخر له الإخوة سجدا وتم له الملك والنعم قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. شفت الترقي بقى؟ لفتات لا يدركها إلا أهل المعاني، مع إنك أنت بتقرأ سورة يوسف للنهار، لكن أهل المعاني يعرفوا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي أشار إليه في دعوة موجزة، شوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مش يا رب خدنا بقى وريحنا من اللي احنا فيه ده، لسه ناس ايه دول في الحضانة دول، وان كان برضو من اهل الامة برضو مسلمين حلوين طيبين، ولو كشف نورهم لطفأ نور الشمس، لان في قلبهم محبة للنبي مش كده برضو، وفي قلبهم ايمان بلقاء الله، وعندهم حسن ظن بالله، لان هو لما لقى نفسه تعبان تمنى لقاء الله عشان عنده حسن ظن ان لما هيلقى ربه هيريحه، والله عند ظن عبده، يعني كل المعاني دي حلوة برضو وبيقولها، بس فيها إساءة أدب، لكن ربك قد يتجاوز إساءة الأدب عن من يحبه، مش كده برضه؟ ما قال له اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فعامله بالحسن، لأن ربك بيعامله بالمعنى مش باللفظ، لكن أنت قاعد له تقول له لا كده حرام يا أخي، أنت بتكلمه من معنى عالي هو مش واخد باله منه، وربنا هيكلمه على قد معلوماته. لكن انت عايز ترقيه على معنى هو مش مستحمله، خلاص سيبه في حاله، هو امكانياته كده وربنا هيعامله على قد امكانياته. انت تروح تمتحن عيل في الحضانة هتديله اسئلة على قد مستواه، مش كده برضو؟ واحد تاني ارتقى بقى في الجامعة تديله اسئلة على قد مستواه، ربك هيعاملنا كده. خلق عباده متفاوتون في الايمان، متفاوتون في العقول، متفاوتون في الادراك، مش كده برضو؟ فهيعامل كل واحد على قدر ادراكاته ومعلوماته وما وقر في قلبه، ويعذر الخلق سبحانه وتعالى لانه هو لطيف بعباده. لكن انت عايز كلهم يبقوا معنى واحد مستوى واحد؟ لا، مش المسألة مش كده. فلا، احسن تحسن الظن بالناس وتريح نفسك، وفي الاخر تطلع انت اوحش واحد، انت اللي هو انا يعني المتكلم، ما انا بكلم نفسي، ما تفتكرش ان انا بكلمك، يا نفسي اخرتي يا نفسي. يا رب. نحن وفي معنى أنشدوا نحن في أكمل السرور ولكن ليس إلا بكم يتم السرور، يعني نحن في أكمل السرور بنعمكم وبمعافاتكم وبالرضا بأقداركم، ولكن ليس إلا بكم يتم السرور. عيب ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضور، إحنا حاضرين مع النعمة لكن أنت غائب عنا،
فهمت ازاي؟ غائب عنا من حيث شعورنا نحن، وان كان هو من جهته اقرب اليك من حبل الوريد. وفي معنى انشدوا من سره العيد الجديد، من سره العيد الجديد فقد عدمت به السرور، كان السرور يتم لي لو كان احبابي حضورا. يعني العيد اللقاء بالمحبوب، مش العيد هو يوم العيد ان انا البس لبس جديد واكل اكله حلوه، لا، ده ان انا التقي بالمحبوب. وقال ابن خفيف الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبه اللقاء بالقرب. يعني الشوق هو طلب راحة القلب بوجد المحبوب، بوجود المحبوب، ومحبة اللقاء بالقرب، وأنه يتم اللقاء عن قرب لا عن بعد. يعني لما تشوفه من بعيد كده برضه تفضل لسه مشتاق لحد ما تلزق فيه. شفت بقى ازاي؟ وقال أبو يزيد إن لله عبادا لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. لأن هي يعني رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم في الجنة، إذا ما قارنته بنعيم الجنة تستحقر نعيم الجنة بالنسبة له. أما تدوقه بس الأول. لا، في بعض الأحيان كان بينظر للجنة وكان بيتعامل بيقول له دي عارف انت وماله، بس البهيمة مهمة برضه، ما هو البهيمة عايزة تاكل. هل في هذا اسم؟ لا لا، ما فيهاش اسم، ده هي درجة حال، يعني حال. أحيانا الإنسان في حال من الأحوال يلاقي نفسه عنده هذا الشعور يقوم يعبر عنه، ولكن مش معنى كده لما ربنا سبحانه وتعالى رغب الناس في الجنة تيجي انت تستحقر شيء ربنا رغب الناس فيه، فيها إساءة أدب. ايوه، ما يجراش حاجه، بس احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك جسما وروحا، مش كده برضه؟ الجسم غذاؤه الزخارف، والروح غذاؤها المعاني، وانت هتدخل الجنه روح وجسد، مش كده برضه؟ فربنا هيدي لكل حاجه غذاها، فلو غذى الروح فقط دون الجسد لا يتم النعيم، لان الروح محتاجه الجسد للظهور والجسد محتاج الروح للوصول. فهم؟ بس فربنا عدى كل حاجة حقها، فلما بتغلب الروحانية يستحقر الجسدية، فده يبقى ايه؟ لغلبة الفكر عليه بس، لكن لو اتزن لأعطى كل ذي حق حق، لان كل من عند الله. فهم؟ وبالتالي احنا لما نيجي نسمع والد يستحقر هذا بنعذره، ليه؟ لانه لغلبة الحال عليه، لكن لا ناخذ هذا علم، لان العلم امر مستقر لكن الاحوال متغيره. وعشان كده لما نيجي نقرا كلام الاولياء بتقرا كلام احوال، فعليك انك انت تعرف انه حاله في اللحظه دي قال كده، قد يخالف العلم في لحظه ما يضرش، لكن هو لا يقصد مخالفه العلم قصدا، ولكن هو يعبر عن حاله الان. فهمت؟ ادي المساله. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاله لما بكى على ابنه اللي مات، اللي يشوفه كده يشوف حاله ايه؟ ان هو بيبكي، والبكاء علامة عدم الرضا، مش كده برضه؟ في حين ان حاله في قلبه من جوه بمقتضى العلم، قال العين تحزن والقلب يحزن والعين تبكي ولا نقول ايه الا ما يرضي ربنا. يبقى اللسان مع ايه؟ مع مقتضى العلم، لا يخالف العلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي كل ذي حق حق في كل حال. لكن الاولياء ما عندهمش العصمة دي، فهمت ازاي؟ في ترقيهم في الاحوال ما عندهمش العصمه في البلاغ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عنده العصمه في البلاغ، هم ليسوا معصومين في البلاغ. وبالتالي لما تيجي تقرا كلام الاولياء لازم تراعي حالهم وتعذرهم، لانهم بشر عاديين غير معصومين، رقاهم الله سبحانه وتعالى الى معاني، كل حاول ان يعبر، فقد يخطئ في المعنى في التعبير، ولكن المعنى في قلبه صحيح. فهمت بقى؟ عشان كده ما تاخدش منه كلمه وتبني عليها علم وميزان تمشي عليه، غلط. الميزان اللي تمشي عليه هو الشرع. طبعا الشرع الشريف هو ده الميزان اللي تمشي عليه، بتوزن دي الامور كلها. انما في نفس الوقت بتعذر الناس، لان الناس اهل احوال واهل ترقي. فهمت المساله؟ زي ما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم
قال ايه بمقتضى يعني عزة الربوبية، ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، يعني ما يهمنيش. وبعدين حتة ما يهمنيش دي فيها ما فيهاش حق العبودية، العبودية فيها ذلة مش كده برضو، فيها طلب عافية. فلما غلب عليه حق الربوبية راح ضبطه بحق العبودية، قال ايه ولكن عافيتك اوسع لي، راح ضبطه. لكن لما تجيبها الاول بس لوحدها كده تقف تلاقيها مش مظبوط، لكن حطها الثانية جنبها ضبطت. شفت بقى النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بقى عنده عصمة في البلاغ. لكن الولي قد يصل عند يقف عند دي او يقف عند دي في حال من احواله لانه مش معصوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقف عند ايه عند الا عند الكمال، فيعطي حق الربوبية وحق العبودية في ان واحد مش كده برضو. لكن كان احيانا يغلب عليه الدلال، زي ان لم تنصر هذه العصابة فلن تعبد في الارض. الله، هو بيقول لربه لم تعبد، هو ربنا ما هو قادر يخلص دول ويجيب غيرهم يعبدوه، لكن ده مقام دلال تاني بقى. يبقى ده مقام دلال مش مقام علم، مقام دلال ولكن لا يدوم فيه، لكن هو بيبين لك مقامه عند ربه فيه، انه لو اقتمع على الله لا بره، لو اقتمع على الله لا بره، فبيبين لك مقامه على ربه. يقولوا له يا رسول الله الارض جفت ومفيش مطر، ما يقولش يا رب اسقنا، لا ده يشاور للسماء مش يستاذن رب، ده في الحال. يبقى ده مقام تصريف، فصار من اهل التصريف في الاكوان، لان الله خلق الاكوان لابن ادم اللي هو في السوره الكامله في سوره رسول الله اللي هو الانسان الكامل، فالاكوان مسخره له، فصارت رهن اشارته. لما قالوا له عايزين ايه اشار الى القمر فانشق، ولا قال قعد يصلي ركعتين يا رب شق لي القمر يا رب شق لي، ما قالش كده، اشار انشق في الحال. يبقى ده مقام تصريف عشان يبين لك ان هو الانسان الكامل الذي صار خليفه لله في ارضه، فلو كان مع كمال الحق لله والقيام بحق الله صار وكيلا عن ربه في الاكوان، فيشير اليها كانها كن فيكون. يبقى ده مقام تاني، فهمت؟ اي سيدنا ابو المرسى ابو العباس. يعني اذا كل نعمه انت تستشعرها جاءت اليك من يد النبي مظهرا ومن الله مصدرا، لانه رحمه للعالمين. يبقى هو بينظر لكل نعمه انه اخذها من يد النبي، وانت منعم عليك في كل لحظه مع كل نفس، فمتى يغيب عنك النبي؟ يبقى ما يغيبش عنه طرفة عين، حتى طرفة العين دي نعمة رحمة، وإلا تجف العين. شوف تجف العين يبقى بصره لو بطل الطرفة دي. فلما رأى ان كل النعم دي من يد النبي مظهرا ومن الله مصدرا، لم يغب عنه النبي في كل لحظة، كأنه بيتناولها من يد النبي. يبقى هيغيب عنه ازاي اذا كان هو اللي بيناولها له؟ علشان كده احنا قلنا لما جاء الوالي بيقول للرسول لا يعني عذرا يا رسول الله، يعني شغلني محبة الله عنك، فقال له ايه؟ قال له يا مبارك ده انت مش واخد بالك، ده انت لم تتناول المحبة الا من يدي، فهمت؟ انت لم تتناولها اصلا الا من يدي، ولم تصل الى ربك الا من ايه؟ من خلالي. مش هو كده كل الخلق وراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ده بيرى الحقيقة المحمدية الرحمة للعالمين، بيرى الحقيقة المحمدية الرحمة للعالمين. يبقى المشغول بالحقيقة المحمدية غير المشغول بالصورة المحمدية. المشغول بالصورة المحمدية قد يغيب عنه النبي، اللي هو غالب الأمة مشغولين بالصورة المحمدية، لكن الأولياء انشغلوا بالحقيقة المحمدية. واخد بالك؟ القاسم لما أعطى، فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول اللهم صل على سيدنا احمد القاسم امداد خزائن العلوم الاصطفائيه. وقال احمد ليه؟ ما قالش محمد يعني؟ لان الاحمديه كانت قبل المحمديه، لان المحمديه تعلقت بالصوره الجسديه مع الروحانيه، والاحمديه كانت قبل ظهور الصوره المحمديه. وعشان كده قال مبشرا برسول من بعده اسمه احمد، لانه ما كانش لسه محمد، كان حقيقه. فاللي تعلق بالحقيقه اخترق الزمان، ما ارتبطتش بالزمان ده، لا بزمن ظهوره ولا بصفة خلقته، بل بحقيقته انه ممد للاكوان بالايه؟ بالرحمة.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالم كان موجودا قبل ظهور صورته، فدل على أنه كان ممدا للعوالم قبل ظهور صورته المحمدية. هذه معنى لا يغيب عني لحظة. هذا ما فهمته، الله أعلم، لم أقرأه لأحد، لكن أنا بستشعر هذا المعنى فقط. ربما يكون هذا الولي يقصد معنى أعمق أنا لا أدركه. لا، ما أنت هنا تصورت أنه بيتكلم على الصورة. لا، هنا على حسب فهم أنا ماليش دعوة، أنا مش بحجر على الولي، يمكن ربنا اداله حاجة تانية أنا مش عارفها، الله أعلم. أخبرنا محمد بن عبد الله الصوفي قال أخبرنا أبو العباس الهاشمي بالبيضاء، مدينة أو مكان يعني، قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عبد الله الأنصاري قال سمعت الحسين الأنصاري يقول. الحسين الأنصاري مين؟ اللي هو الحلاج، حلاج اللي هو قال ما في الجبة إلا الله، والناس بقى إيه، ويقصد بالجبة الأكوان مش العباية، يقصد الأكوان، يعني ما في الأكوان موجود بحق إلا الله لأنه عرش. فيقول الحق سبحانه يا ملائكتي من هذا؟ فقالوا الله أعلم. فقال هذا معروف الكرخي، سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي. سيدنا معروف الكرخي مدفون في بغداد، ربنا يحررها ببركة الأولياء الذين في تربتها، إن لم يكن الأحياء أهلا لهذا فعلى الأقل ببركة من دفن في تربتها من أولياء كثيرين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها. وفي بعض الحكايات في مثل هذا المنام أنه قيل هذا معروف الكرخي خرج من الدنيا مشتاقا إلى الله فأباح الله عز وجل له النظر إليه. وقال فارس قلوب المشتاقين منورة بنور الله تعالى، فإذا تحرك اشتياقهم أضاء النور ما بين السماء والأرض فيعرضهم الله على الملائكة فيقول، يعني كأن حركة قلبهم شوقا إلى ربهم دي بتبقى نور في السماء يراها الملائكة، يعني مجرد حركة القلوب اشتياقا إلى الله يترجم الله إلى نور محسوس تراه الملائكة. فيقول هؤلاء المشتاقون إلي أشهدكم أني إليهم أشوق، وما تقرب عبدي إلي إيه إذا جاءني يمشي جدوه أرولة، مش كده برضو، يعني الله أشوق لأن الشوق الذي انبعث من قلبك هو الذي خلقه فيك، فما بالك وهو مصدره. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في قوله صلى الله عليه وسلم أسألك الشوق إلى لقائك، قال كان الشوق 100 جزء، 99 له وجزء متفرق في الناس، فأراد أن يكون ذلك الجزء له أيضا فغار أن يكون شظي من الشوق لغيره. طبعا ده تقريب، يعني ده تقريب، يعني هو عرف أن الشوق 100 جزء و99 خده النبي، ما يمكن النبي خده كله ووزعه على الخلائق على حسب أنه قاسم، مش انما انا قاسم والله معطي، يبقى النبي خد الشوق كله ووزع على الخلائق على قدر طاقاتهم وعلى قدر استعداداتهم، لان كل مخلوق، الناس معادن، في معدن يتحمل حرارة دون ان ينصهر، في حين ان معدن تاني لو تعرض لهذه الحرارة ينصهر، مش كده برضو، ويقول الناس معادن. فالنبي صلى الله عليه وسلم انه رحمة للعالمين ادى لكل معدن من معادن الناس شوقا يليق به حتى تستقيم به حياته، فهمت؟ لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم على حسب تحمل الأواني للمعاني، فكل المعاني عنده خزائن، مش فهمت ازاي؟ وبعدين يقسمها يحط، انت دلوقتي زي عربية سوزوكي صغيرة نص نقل، ينفع تحط عليها حمولة حديد؟ ما هتبرك، صح؟ لكن لما تجيب عربية تريلا كبيرة تحط عليها كيس قطن ينفع يعني؟ يقول لك انا همشي على حاجة الشغلانة دي ما يعرفش يمشي، هو عايز حمولة على قد. كذلك في ناس كده يقدر يحمل من المعاني زي ما تحمل العربية الجرار، ولا ينصلح حاله الا بفهم هذه المعاني الواسعة. وفي واحد تاني يدوب على قده كده كفاية عشان يقوم بوظيفته، وإلا مش هننتفع به لا كده ولا كده. فالنبي لأنه رحمة للعالمين قسم هذه الخزائن كلها على قدر إيه، يعني احتمال هذه الأواني للمعاني. أدي كل الحكاية. حتى نفس الولاية
ليقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على عباد الله، كل على حسب قدره وتحمله. فهمت؟ هذه المسألة، لأنه رحمة للعالمين، وإلا كنت تهلك. وقيل شوق أهل القرب أتم من شوق المحبوبين، يعني بيقول لك إن شوق القريب أشد من شوق إيه المحبوب. زي ما اديت لك مثال، لما تبقى أنت بعيد عن الديار مش شايف حدودها تبقى مشتاق صحيح، بس لما خلاص تبقى قربت توصل بيتك وبعدين واقف في إشارة معطلاك تبقى بتفرك، لأن خلاص ده بيتك أهو، لدرجة ممكن كمان تسيب الإشارة وتنزل تجري شوقا، مش كده برضو؟ لكن وانت بعيد مشتاق صحيح بس مش هتجري. يبقى كلما ازددت قربا تم شوقك. فهمت بقى المعنى؟ ولهذا قيل: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. وقيل إن المشتاقين يتحسون حلاوة الموت عند وروده لما قد كشف لهم من روح الوصول أحلى من الشهر. يعني المشتاق لما يجي يموت مش بيتجرر مرارة بقى ايه خروج الروح، لا ده يعني بيقول لك بيتلذذ حلاوة خروج الروح. يبقى واحد تاني يتجرع مرارتها والمشتاق يتلذذ حلاوتها. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت الجنيد يقول، سمعت السري يقول: الشوق اجل مقام للعارف اذا تحقق فيه، واذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء. لها يعني ايه؟ اتلهى يعني. شتى ساعات الواحد اتلهي، اتلهي يعني ايه؟ يعني انشغل بحاجة بعيد عنه، مش كده برضو؟ حتى عملوا حتة سموها ملاهي، عشان اللي عايز يتلهي يروح الملاهي، فلو انت عايز تتلهي تروح الملاهي. فهذه معنى لها يعني انشغل. فبيقول اذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء، في نسخة كفية، كفية عن كل شيء، يشغله عمن يشتاق اليه. طبعا شوف انت في اكتر من احساسك بالالم في جسدك. احنا شفنا ناس حضر الحروب، تبص تلاقي في اثناء الغارة وهو قاعد بيقاتل ويواجه الضربات دي كلها، يبقى قاعد بيعمر السلاح بتاعه ويشتغل، بعد ما تنقضي الغارة يتضح انه خد طلقتين في بطنه وطلقة في اخده وهو ما كانش داريها، صح؟ تخلص الغارة يقول اي، لكن اثناء الغارة ما قالش اي خالص ولا حد، اتلاها اتلاها بسبب انشغالي بما هو اهم. فهمت ازاي؟ ادي المعنى. فاذا كان في الحس بيحصل كده، في المعنى اشد، في المعنى اشد. وعشان كده عملوا نظام علاج طب في عربي بالكي، عارف انت علاج الكي؟ واحد يبقى عنده الام في ظهره يروح كويه جنب الحتة اللي بتوجعه علشان مخه يتلاهي بالحرق وينسى الالم الاصلي، يوم علم الحرق يخف بعد اسبوعين ثلاثة يكون الحتة دي كمان خفت، يقول يا سلام ده الكي ده علاج حلو قوي، ده انا من ساعة ما اتكويت والحس الوجع الاصلي راح، لانه اتلقى بحاجة تانية، اتلقى في اللسعة اللي هي اقوى. نفس الفكرة. واذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق اليه. وقال أبو عثمان الحيري في قوله تعالى: فإن أجل الله لآت، هذا تعزية للمشتاقين، معناه أني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب، وأنا أجلت للقائكم أجلا، وعن قريب يكون وصولكم إلي إلى من تشتاقون إليه. يعني لما ربنا قال إن أجل الله لآت وكل آت قريب، كأنه يعني إيه؟ هدأ لوعة الفراق، وهدأ حدة الحجاب، لأنه علم أنك محبوب وهو ليس بمحبوب. المحبوب هو أنت، ما أقربك مني وما أبعدك عن، وما أبعدني عنك، مش كده بيقول كده؟ ما أقربك مني، لأنه أقرب إليك من حبل وريد، وما أبعدني عنك، أنا اللي بعيد. إذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ ولا قال فهم قريب؟ يبقى الكلام هنا من جهة الله، فهو قريب، أنت اللي مش واخد بالك بس، ولم تستشعر قربه قرب قبول إلا إذا دخلت إليه من باب رسول الله سؤالا. وعلشان كده إذا سألك عبادي عنه، ففيها التوسل أهو، ده فيها محض التوسل، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لعباده: أنا قريب إليكم بالإجابة إذا سألتم رسول الله وجئتم خلفه. إذا سألك عبادي عنه، مش قال إذا سألك؟
ولا ما قالش اذا سألك؟ يعني لابد من ايه؟ من وسيلة النبي لاستشعار قرب القبول، لانه قريب لكل خلقه حتى الى فرعون، مش هو اقرب اليه من حمل الوريد، كل خلق، لكن هنا قرب رب لمربوبه، وهناك رب قرب محب لمحبوبه. فهمت؟ ففي فرق بين دي ودي. وقيل اوحى الله تعالى لداود عليه السلام: قل لشبان بني اسرائيل لما تشغلون انفسكم بغيري وانا مشتاق اليكم، ما هذا الجفاء؟ يا سلام، اصل مشغولين بقى في الشاتنج والنت وان هم يشوف له وظيفة ويبقى له مكان مرموق، وانه عايز يتجوز وعايز يعمل، مشغول بحاجات كتيرة بقى، وانه مش راضي علشان معهوش فلوس كتير، وانه لا يشكر القليل، وانه ومستنى يبقى معاه كتير عشان يشكر، ويبقى يقابلني بقى من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. فطالما هو لا يشكر الان، والله لو معاه ملايين مش هيشكر برضه. ولو الوقت مش قانع بما رزقه الله ومش مستغني بما رزقه الله، والله لو اعتد الدنيا وما فيها لن يستغني، لانه صار مفتقرا الى غير الله. ومن افتقر الى غير الله مات عطشانا فقيرا، ومن افتقر الى الله صار غنيا في الحال. فدي الحكاية كلها. وقيل اوحى الله عز وجل الى داود عليه السلام: لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي الى ترك معاصيهم لماتوا شوقا الي وانقطعت اوصالهم من محبتي. يا داود، هذه ارادتي للمدبرين عني، فكيف ارادتي للمقبلين الي او علي؟ ثم النبي بعبر عن هذا برضو: لله افرح بتوبة احدكم من ايه؟ من رجل ضل عزاد وراحلته في فلاة. القصص المشهورة، احاديث النبي طويلة. فاذا كان ربنا حاله كده مع المدبر، فكيف يكون حاله مع ايه؟ مع المقبل اليه، او ارادته يعني. لا يليق بنا نقول حال مع الله، لان الحال يتغير، ولكن الاولى ان نقول ارادة، وهذا من حسن ايه؟ التعبير. فنسأل الله ان يغفر لنا سوء التعبير. وقيل: مكتوب في التوراة: شوقناكم فلم تشتاقوا، وخوفناكم فلم تخافوا، ونحنا لكم فلم تنوحوا. يعني انتوا مش نافعين خالص، لعبتوا كل الالعاب مفيش فايدة، مش عايز ايه؟ طلب مني اديته، وحرمته علشان يدعي لي ويلجأ الي فتقربت اليه، واخرت عطاءه حتى يزداد تقربا الي، وبالرغم من ده كله لا عجبه عند العطاء ولا عجبه عند المنع ولا عجبه حاجة ابدا. عايز ايه الجدع ده؟ مش عارف انا الجدع ده عايز ايه. ربنا يصلح حاله. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق يقول: بكى شعيب حتى عمي، فرد الله عز وجل بصره عليه، ثم بكى حتى عمي، فرد الله عز وجل بصره عليه، ثم بكى حتى عمي، فاوحى الله تعالى اليه: ان كان هذا البكاء لاجل الجنة فقد ابحتها لك، وان كان لاجل النار فقد اجرتك منها. قال: لا، بل شوقا اليك. فأوحى الله إليه: لأجل ذلك أخدمتك نبيي وكليمي 10 سنين. إكراما ليك خليت مين اللي يخدمك؟ نبي من أولي العزم من الرسل. عايز إيه بعد كده؟ مقام سيدنا موسى أعلى من مقام سيدنا شعيب بكثير، بالرغم من كده يشتغل عنده عقد عمل، مش كده برضه؟ 10 سنين عقد عمل مقابل إنه يجوزه بنته من غير مهر، يبقى مهره إنه يشتغل بلا أجر. وقيل: من اشتاق الى الله اشتاق اليه كل شيء. طبعا شفت انت الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل شيء يحن اليه لكمال شوقه الى الله، كل شيء تعامل معه النبي، حتى الجماد حتى الحيوان، فضلا عن الانسان اللي ليه بقى يعني وجدان وقلب وشعور. جبل احد انت عارف قصته، الجذع حن مش كده برضه، والجمل والحجر في مكة كان يسلم عليه كلما مر صلى الله عليه وسلم، والحجر سبح في يديه بصوت يسمعه الناس، كل ده ايه؟ والماء نبع من بين اصابعه الشريف، والقمر انشق باشارته، والسماء نزلت مطرا باشارة يده الشريفة. ايه الحكاية دي كلها؟ ده كل حاجة كانت تحن للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحمارة دلدل انتحرت بعد وفاة النبي، ما طقتش تتعلف ولا تاكل بعد وفاة النبي، ولم يطب لها مطعم ولا شراب، حتى الحمار اللي احنا لما نقول لواحد مش فاهم نقول له انت حمار، والله ما حصل.
يعني ما استحملش، رمت نفسها في بير بعد وفاة النبي، الحمارة دول يعني انتحرت، مش عايزة تشوف المدينة من غير النبي ما يمشي فيها صلى الله عليه وسلم. بتقول لي الانتحار حرام، ما هو حرام عند البني ادمين المكلفين مش عند الحمير. الحمار مش مكلف، الحمار بيعبر عن شعوره. وقال من اشتاق الى الله تعالى اشتاق اليه كل شيء. وفي الخبر اشتاقت الجنة الى ثلاث، علي وعمار وسلمان. يا خصوصية غريبة، مع ان الصحابة كلهم يعني كرام، لكن دول لهم خصوصية كده خاصة. اشتاقت الجنة الى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. سمعت الاستاذ ابا علي يقول قال بعض المشايخ انا ادخل السوق والاشياء تشتاق الي وانا عن جميعها حر. يعني يدخل السوق يحس ربنا مديله شعور كده ان كل حاجة عايزة تتسابق تبقى من نصيب، حتى البضائع في المحلات، حتى الفاكهة بتتسابق عشان يبقى هي من نصيب. هو شايف كده، لكن هو مش مشتاق لحاجة الا لرب. سمعت الشيخ ابي عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت محمد بن عمر الرملي يقول حدثنا محمد ابن جعفر الامام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا مرحوم قال سمعت مالك بن دينار يقول قرأت في التوراة شوقناكم فلم تشتاقوا ودمرنا لكم فلم ترقصوا، من مزامير داود. يعني اعطينا داود مزامير وانغام جميلة في وترانيم حلوة في التسابيح، علشان كما حتى اللي غاوي نغم يوصل لنا من خلال النغم، وبرضه ما عجبكوش لا ده ولا ده ولا ده وضيعت عمركم فيما لا طال. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن فرحان يقول سمعت الجنيد وقد سئل من اي شيء يكون بكاء المحب اذا لقي المحبوب. يعني ليه المحب لما بيلقى محبوبه بيبكي، ايه سبب البكاء ده؟ فقال انما يكون ذلك سرورا به ووجدا من شدة الشوق اليه. ولقد بلغني ان اخوين تعانقا فقال احدهما وا شوقاه وقال الاخر وا وجداه. ونقف على باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم يوم السبت القادم ان شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بانوار نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم انا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك النظر الى وجهك الكريم وشوقا الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، إن الله وملائكته يصلون على